السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة هندسة البناء أونلاين. اليوم عند نزول لطلبات ديال بزاف ديال الناس، بالأخص الناس اللي كيبنيو المنازل ديالهم، لي شيف شونتيي، لي كونديكتور ترافو. دونك قراءة ديال بلان دو كوفراج في غياج، يعني قراءة ديال بلان ديال الحديد. دونك هاد البلان هذا كيشكل إشكالية لبزاف الناس في القراءة ديالو، لأن بخلاف البلان ديال المهندس المعماري اللي كتشوفوا قدامكم، فهو اسهل في القراءه على البلان ديال الحديد اللي هو لو بلان دو كوفراج اي دو فيغياج. دونك في هذا الفيديو هذا غادي نشرح لكم الاسس ديال القراءه ديالو، باش تقدروا كمهنيين او حتى ناس عاميين بغا يبنيو المنازل ديالهم، تقدروا يسهل عليكم الفهم ديال هذاك البلان. دونك اول حاجه غادي نخدموا على هذا لو بلان اللي كتشوفوا قدامكم، اللي هو البلان ديال المهندس المعماري ديال واحد المنزل. كما كتلاحظوا البلان ديال المهندس المعماري، فهو كيبين لنا الفصاله ديال المنزل. فهنا كيبين لنا الصالون، هنا لا ريسبسيون، لا كويزين، لي زيسكالي، كيعطينا لي تواليت، يعني كيبين لنا الفصاله ديال المنزل من الداخل. وكيعطينا بيان سور لي بلان دو فاساد، لي كوب. هنا غنشوف واحد لا كوب، ما درتش لكم لي بلان دو فاساد لاننا غنخدموا على البلان ديال الحديد. دونك بغيت غير نوريكم لو بلان ارشي باش نعرفوا علاش خدامين. دونك هادي بالنسبة لا كوب ديال هاد لو بلون هدا، كيما كتلاحظو سي تان بروجي إغ بلوس أن. فاش كنقول إغ بلوس أن يعني ريد شوسي سفلي زائد أن إيطاج، داكوغ. دونك ريد شوسي كنرمزو ليه بإغ دي سي و بخوميييغ إيطاج. دونك هدا بالنسبة للبلون أرشي. دابا غادي نشوفو البلانات ديال الحديد كيفاش كيكونو. دونك أول حاجة غنحاولو نتروبيرو على هاد لا كوب هادي. لارشيتكت كيعطينا 3 بلان، كيعطينا بلان ريد شوسي اللي هو اللي شفنا دابا، هذا هو لو بلان ريد شوسي. كيعطينا البلان ديال بروميير ايطاج، ما درتوش لكم هنايا لانه كيشبه ديال ريد شوسي. وكيعطينا البلان ديال التيراس، وكيعطينا لي كوب اي لي فاساد. دونك هذا البلان ارشي. البلان ديال الحديد ديال بيتون ارميش كيكون فيه ريد شوسي عند لارشيتكت، في البلان ديال الحديد كتكون هي البلان دو فونداسيون، داكوغ. و بروميير ايطاج عند لارشيتكت كتكون عند البيرو ديتود، هي البي اش ار دي سي. دونك هي البي اش ار دي سي. دونك هاد لو نيفو هذا عند البيرو ديتود كيكون بي اش ار دي سي. وعاد كتكون لا تيراس حتى هي عند لو بلان ديال بيتون ارمي، حتى هي تكون سميتها لا تيراس. دابا غنشوفو اول بلان اللي هو البلان ديال الفونداسيون، ونشوفو مناش مكون هاد لو بلان هذا. دونك كما كتلاحظوا لو بلان دو فونداسيون هو هذا اللي قدامكم. دونك البلان ديال السيس، دونك اش كيكون فيه؟ تيكونوا فيه لي سوميل. لي سوميل هما هاد لي كاري اللي كتشوفوا هنايا، دونك سوميلات. هادو هما اللي كينبت منهم سواري لي بوطو. دونك راه كتلاحظوا كل سوميل نبت منها ان بوطو، نبت منها واحد ساريه. دونك اول حاجه غنشوفوا سميات لي روبيراج ديال لي زيليمون، يعني كيفاش كيتسماو لي زيليمون في ان بلان ديال الحديد، في بلان ديال الحديد. دونك لي بوطو غادي تلاحظوا كيتسماو بالبي، دونك سي دي بي. دونك تنسميو بي 1 بي 2 بي 3 على حسب العدد الانواع اللي عندنا في لو بروجي. دونك مثلا في هذا لو بروجي عندنا 4 ديال الانواع، عندنا بوطو بي 1 هما كتشوفوهم راه كيتكرروا نفس لو تيب، كيقدر يتكرر. دونك هادشي كيحددوا لي كالكول، حساب لي دار ديال الحديد هو اللي كيحدد لينا شحال الانواع ديال بوطويات غيكونوا عندنا. دونك هنا عندنا البوطو بي 1، عندنا ان اوتر تيب اللي هو بي 2، كتلاحظوه كاين هنا وهنا. عندنا بي 1 كاين في هاد جوج جهات، وعندنا ار ا. ار ا شنو هما هادو؟ هادو سي دي ريديسور. فاش تسمع ار في ان بلان كتفهم منه انه ريديسور. اش كيعني ريديسور؟ سي با ان بوطو، سي ان ريديسور. ريديسور ما كيكونش نازل حتى لي فونداسيون، يعني كينبت من واحد لو نيفو معين. هنا نبت لينا من الدالاج، داكشي علاش كنتسماو ار، داكوغ. دونك بالنسبه لي بوطو كيما قلت لكم كيتسماو دي بي 1 بي 2 بي 3 ايتترا. دونك فهاد البروجي عندنا 4، غادي نشوفو لو طابلو ديال لو بوطو اللي كيتعطى مع البلان دو فونداسيون باش تفهمو مزيان حاجه بحاجه. دونك بالنسبه لي بوطو اللي هضرنا عليهم بي 1 بي 2 بي ا اف ا، هذا هو لو طابلو ديال لي بوطو. دونك اش كيكون في هاد الطابلو؟ كما كتلاحظوا لو بوطو بي 1 كنعطيو الشيما ديالو اللي هو هذا، يعني العبارات،
والحديد اللي غيكون فيه حتى هنا 4 ديال البارات ديال 14، والكادر هذا الكادر كيعطيك ديال 6، وبشحال اسباسمون المسافه ما بين كادر وكادر كيعطيك في كل نيفو هذاك لو بوطو كيفاش غيكون. دونك هنايا بوطو ما تغيرش لينا في لي نيفو، لكن كاينين مشاريع اللي كيتغير فيهم البوطو سيغتو اللي كيكونوا فيهم لي نيفو كثارين، فالبوطو في التحت كتلقاه كبير وفيه الحديد كثر، وباش ما طالعين للفوق باش ما الحديد كينقص والعبرات البوطو كينقصوا عادي لان الحموله كتنقص. بوطو بي دو كذلك تيتعطى لينا في جميع لي نيفو. بي ا كما تلاحظوا بي ا ما مستمرش حتى للبروميير ايطاج، يعني كيوقف غير في ري تشوسي. والاغ ا كما قلت لكم قبيله ما كيهبطش لي فونداسيون، يعني كتلاحظوا انه بادي من الري تشوسي، دونك هذا بادي من لو ري تشوسي. داكشي اش كنسميوه اغ، يعني سي ان غاديسور. دونك هادو بالنسبه لي بوطو ديال لي فونداسيون. دابا غندوزو نشوفو لي سوميل. دونك بالنسبه للي سوميل حتى هما عندهم واحد التسميات بالاس، كنسميهم اس 1 اس 2 اس 3 اس 4، حنا غاديين على حسب الحسابات اللي خرجوا لينا في الكالكول ديال البيتون ارمي. دونك في هذا البروجي هادي في هذا عندنا خمسة لي تيب ديال لي سوميل، من اس 0 هي اس 0 راه هنايا كتلاحظوها كتشوفوها، كنبداو من الصغيره وحنا غاديين. دونك عندنا اس 0 عندنا اس 1 ها هما لي اس 1 ديت غيبانوا لكم، عندنا لي اس 2 وعندنا لي اس 3 وعندنا لي اس 4، يعني ربعه ديال انواع ديال لي سوميل. دونك في لو بلون كنبينوهم وكنبينو داك الكاري ديالهم اولا الريكتانغ المستطيل ولا المربع على حسب العبارات اكزاكت كيترسمو في لو بلون، وكنعطيو حتى هو ان طابلو اللي تيكونوا فيه هاد لي سوميل هادو بالعبارات ديالهم والحديد اللي غيكون فيهم. دونك لو طابلو هو هذا اللي قدامكم. دونك هذا هو لي طابلو ديال لي سوميل، كتلاحظوا عندنا اس 0 اس 1 اس 2 اس 3 و اس 4. دونك اس 0 مثلا كتلقى واحد الا، الا هي العبار ديالها اون بلون، يعني العبار الاولاني لي ديمونسيون ا و بي. دونك هاد السميله اس 0 فيها 60 سنتيم على 60 سنتيم، كنعطيو العلو ديالها الاش دونك هي 25، وكنعطيو الفراياج اللي غيكون، الفراياج اللي غيكون موازي للجهه ا، والفراياج اللي غيكون موازي للجهه بي اولا الاوريزونتال والفيرتيكال. داكوغ، كل تيب من هاد لي سوميل تيتعطاو العبارات ديالو، يعني ا و بي والاش، وكيتعطى الحديد اللي غيدار فيه كما كتلاحظوا في لي طابلو ديال لي سوميل. دونك هاد جوج لي طابلو مهمين بزاف وكيكونوا مرافقين بلون دو فونداسيون، وبه كتقدروا تقراو الاسس ديال بلون دو فونداسيون اللي مكونين من لي بوطو لي سوميل. دابا نشوفوا شنو اخر كاين في البلون دو فونداسيون. دونك من غير لي بوطو اي لي سوميل كنلاحظوا ان كاينين دوطغ زيليمون بحالاش لي هما لي لونغرين. دونك لي لونغرين شنو هما هاد لي لونغرين؟ دونك لي لونغرين هادو هما اللي كيربطوا لينا ما بين البوطو، يعني الدور ديالهم هما ولو شيناج اللي كتلاحظوا هنا. الشيناج كيكون في لابيريفيري في الجنب ديال العماره كلها ضروري كندوزو عليها بالشيناج، وفي الداخل كنربطوا لي بوطو بلي لونغرين. الدور ديال الشيناج ولي لونغرين هو بحال الحزام، يعني سلسله كيربطوا لينا لي بوطو في هذاك الفونداسيون باش كتكون تمايا لي زيفور بلو ستابل لا فونداسيون ديالنا. داكوغ، دونك بالنسبه لي لونغرين ولا شيناج غادي نوريكم لي ديتاي ديالهم. دونك هادو هما لي ديتاي ديال لي لونغرين ولا شيناج. دونك كل تيب حتى هما فيه لي تيب على حساب الطول ديال لونغرينه. دونك مثلا الديتاي الاولاني كما كتلاحظوا كنبينوا العبارات ديال لونغرين دائما تو سكي بيتون، يعني اي حاجه مصوبه بالبوطون كيقولوا ليه في الشوانط. دونك تتحط على واحد التفريشه ديال البيتون البيتون دو بروبروتي، داكوغ، يعني كيتسمى بلاط النظافه. هذاك البيتون دو بروبروتي هو اللي كياسوري لا ترانزيسيون ما بين البيتون ارمي و لا تيغ. دونك هنايا اللونغرينه كتلاحظوا العبارات ديالها الحديد اللي كاين فيها، اللونغرينه الثانيه كذلك، الانواع اللي عندنا كاملين. هنا كنشوفوا لي شيناج في هذا البروجي هذا، عندنا دو تيب دو شيناج، واحد فيه 40 على 20، 40 يعني العرض ديالو و20 العلو ديال الشيناج، واحد فيه 30 على 20. دونك هذا تيكون في الجناب ديال العماره، علاش؟ لان كنحطوا عليه لي ميور بيريفيريك، يعني الحيوطه ديال الجناب. غالبا الحيوطه ديال الجناب تيكونوا اون دوبل ميور، سي بور سا كنديروا لهم ان شيناج. هذاك لو شيناج تيكون تحت منه ان ميور دو فونداسيون اللي هو بالحجر، تيكون بالحجر وتتكون تحت منه تفريشه ديال بيتون دو بروبروتي. دونك هادو هما لي ديتاي
ديال لي لونغرين اي لي شيناج ان بلان دو فونداسيون. كما تتلاحظوا كنشوفوا كذلك في لي بلان ان كاين عندنا هنا واحد لي زاشور، هاد لا بارتي لي اشوري، هادو سي دي فوال، ان بوتي فوال ديال العشاء. هذا شنو هو الدور ديالو؟ الدور ديالو في هاد البروجي هذا بالضبط عندنا لا بيير في الفاساد. دونك لا بيير في الفاساد ما يمكنناش نلصقوها على الحيط البريك، دونك ضروري كنديروا ان بيتي ميور ديال البيتون ارمي ديال 10 سنتيم باش تقدر تلصق عليه هذيك لا بيير. دونك داكشي اش كتلاحظوا هنا في هاد البروجي كاينه هاد لا بيير هادي، وهذا هو الديتاي ديالها نوريه لكم. دونك هنايا كنلاحظوا انها هو هذاك الحيط ديال 10 ديال اونفوا اون بيتون ارمي ديال 10 سنتيم تيكون فيه بيتون الحديد، وعليه علاش كان اكروسي وكنشدوا عليه هذاك لا بيير في الفاساد باش ما طيحش لينا الحجر من الفاساد. دائما هنايا الا كان الحجر داك الغليظ العريض ضروري نديروا ليه حيط بالبيتون ارمي باش يتشد عليه. دونك هذا بالنسبه لهاد لو ديتاي هذا. دابا نشوفوا المكونات الاخرى اللي بقات لينا. دونك كما كنلاحظوا كاين واحد لي بيتي ماسيف الا كيبانوا لكم، ما هادو هادو سي دي ماسيف اون غرو بيتون، هادو اللي هنايا لي اشوري، هادو متى تنديروهم؟ تنديروهم فاش كتكون لونغرينه على لونغرينه. دونك هنايا ضروري بحال هاد لوكا هذا، ها نتوما كتلاحظوا باش تشد هاد السميله، ما كاينه السميله اخرى اللي غتشد معاها. دونك تنديرو ضروري لونغرينه باش نشينيوها، ولكن هاديك لونغرينه باش نحطوها مع هادي ما يمكنش، لان لونغرين ما هزاش راسها محطوطه على الارض، ضروري هنا تحت منها كنديرو ان ابي. هاد لابي كيدار بهاد لو ماسيف اون غرو بيتون، هذا واحد العبار واحد المكعب ديال تقريبا تتكون فيه 40 على 40 على 40 اولا 60 على 60 على 60، وكيعمر بالغرو بيتون، بيتون اللي فيه الحجر الكبير. داكوغ، دونك هذا نوع من انواع لي بيتون. دونك هذا بالنسبه لي غرو بيتون. هنا كنلاحظوا كذلك ان كاينين لي نيفو، هما كتلاحظوهم هاد السيركل هذا اش كيعني؟ هاديك 12 كتعني ليبيسور ديال الدالاج، الدالاج هي ديك الطالة اللي غادي تكولا هنايا، الطالة اللي غاتكولا في الفونداسيون اللي هي كنوقفو عليها يعني التعريض شوسي، هاديك تتسمى الدالاج. ليبيسور ديالها يعني السمك ديالها هي 12 سنتيم، وهنا كيكون عندنا لو نيفو بلوس 0.08 هو لو نيفو ديالنا، يعني العلو ديال هاد الدالة بارابور لبوان زيرو. هنا كتلاحظوا فين ما كاين شي تغيير ديال النيفو ضروري تنديروا هذاك لو سيركل باش كنبينوا ان هنا لو نيفو تغير، باش هنا تيردوا البال ان هذا لو نيفو ماشي هو هذا. دونك هنا كما كتلاحظوا هنا كاين في النيفو موان 0.07 وهنا في بلوس 0.08، يعني كاين واحد الديفيرونس ديال 15 سنتيم ما بين هاد الجهه وهاد الجهه هذه. دونك هادو مجمل المكونات. كتلاحظوا كذلك كاينين لي زاكس، دونك هنا لي زاكس هادو لي زاكس المحاور مهمين جدا بزاف، هادو هما الاولين باش كيتبدا لو بلان في الرسم ديالو، لان كما كتلاحظوا البوطيات كيتكرروا، مثلا بي 1 بي 2 مثلا وقع لينا شي مشكل في الشونتي في شي بوطو، فكيفاش غادي نتعرفوا عليه؟ غادي نعيط لهم مثلا انا كمكتب دراسات مثلا بغيت نهضر معاهم غير بالتليفون نشوف الاشكاليه، بغيت نهضر لهم على لو بوطو بي 1 غيقولوا لي شكون بي 1 هذا ولا هذا ولا هذا. دونك كيفاش غنحددوا؟ نحددوا بلاكس، غنقول لهم بوطو بي 1 اكس سي 3، دونك غادي تلوكاليزون نيشان فاش من بوطو علاش كنهضر. دونك لي زاكس مهمين بزاف، كو سوا في لوكاليزاسيون ديال لي زيليمون، كو سوا فاش باش كنبغيو نحطوهم سيغ شونتي بيان سور، فهما الاولين كنتراسيو باش كنقدرو نحفرو ونحطو لي زيليمون ديالنا. دونك هادو بالنسبه للمكونات. نشوف ياك ما نسيت شي حاجه اخرى. دونك هنا كتلاحظوا كاين واحد الكرياج اوسي، هادي هي الشبكه ديال الحديد اللي غدار في الدالاج. دونك كتلاحظوا فيها تي 8 اسباس مون 20، يعني شبكه ديال الحديد ديال 8 ما بين مسافه ما بين حديده وحديده 20 سنتيم في الاتجاه الافقي والعمودي، دونك تتمشي على الجهه كامله ديال لو دالاج. دونك هادي هي الشبكه. دونك نشوفو شنو بقى لينا كمكونات. هنا لو ديماراج ديال الاسكالي، دونك كاين اسكالي ليطاج لاخر تنبينو الديماراج ديالو، دونك سي ديماري حتى هو ان ماسيف اون غرو بيتون. دايما الا ما عندنا شي حاجه اون بيتون ارمي اللي غنشدو عليها شي اليمون، فحنا كنكرييوه ان ماسيف اون غرو بيتون، يعني كيكون بحال ان ابوي ديال ليليمون ديالنا. دونك تنظن هادو هما مجمل المكونات ديال بلون دو فونداسيون، نتمنى ما نكونش نسيت شي حاجه. دونك ها باش نقراو كما كتلاحظوا خصكم تعرفوا المكونات اللي هما لي بوطو بي ان لي سوميل لي لونغرين اي لي شيناج اي الدالاج، هادو هما اهم المكونات ديال ان بلون دو فونداسيون. دابا نحاولوا ندوزو للنيفو الاخر ونشوفوا المكونات ديالو. دونك النيفو الثاني كما قلت لكم هو البلونشي او ريد شوسي، يعني هذا نورمالمون في البلان د لاركيتيكت هو ليطاج، هو البروميير ايطاج. دونك الداله هو كيشوف، لاركيتيكت كيشوف من الفوق الداله،
المكتب الدراسات كيشوف من التحت وكيقطع كيشوف شنو لي زاليمون اللي عنده. دونك هنايا كان كما كتلاحظوا شنو كاين، كاينين لي بوطو سواري اللي كانوا في الفونداسيون راه طلعوا، هما هادو لي بي ان اللي طالعين، كيكون كل دو بوطو كيكونوا مشدودين بون بوتر، بوتر في الشوانت كيقول لها الفوندو، هي الفوندو. دونك لي بوتر كيشدوا لينا لي بوطو، وفي كل بانو هنايا كتلاحظوا ان كاري اللي بدات تتكون عندنا الداله، تما الداله هنا على حسب كاين انواع الدالات اللي غنشوفهم ان شاء الله في فيديو خاص. هي هاد 6 بلس 4 مثلا في هذه الحاله، هذه داله الوردي، دال كور كرو وردي اون كور كرو. دونك 16 بلس 4، هذيك 16 بلس 4 كتعني العلو ديال 16 هي ديال لي بوتريل، و4 ديال ديك الداله ديال الكومبريسيون اللي كتكولا البيطون كتكون فيها 4 ديال سنتيم. دونك فهاد البروجي هذا كله اون 16 بلس 4 كنلاحظوا ان واحد البانو هنا مدوب دال، هذا دال بلان كتلاحظوا فيها 15 سنتيم، يعني لي بيسور ديالها السمك ديالها 15 سنتيم. هذه هي اللي مختلفه، هي وهنايا هذه داله ديال 20. دونك فاش ما كيكون الكوركرو شفتوا الشيما ديالو تيكون فيه واحد السهم كيبين لينا الاتجاه اللي غادي نهزو عليه. دونك هنا غادي نهزو هنا، فاش كتكون اون دال بلان ما تيكونش داك السهم، لاننا دال بلان كتكون مهزوزه على جنب كاملين بربعه، الكوركرو كيكون مهزوز هي على جوج الجهات بحال هاد الحاله مهزوزين على هاد لي دو بودغ. دونك هذا هو الفرق في لو بلان. دونك كيما قلنا كاينين لي بوطو سواري، كاينين لي بودغ لي الفوندويات، وكاين لي بلونشي لي هما سوا بالوردي سوا اون دال بلان، هادو لي متداولين بزاف اغلب المشاريع، ولكن كاينين انواع اخرين لي ان شاء الله كيما قلت لكم غندير عليهم فيديو خاص باش تعرفوا ان كاينين بزاف الانواع وكاينين تقنيات كبيره. يعني المهندس هنا والتقني ما خصوش يتوقف او لا يكون محدود بلي كالكول، فكاينين تقنيات اللي هي متطوره اللي كتقدر تخلينا نمشيو بواحد المساحات كبيره، مثلا الا بغينا نحيدو هاد البوطويات كاملين ونهزو ضاله على هاد الجهه كامله فذلك كيمكن، كاينين الحلول ديالو. دونك هنا ما خصناش نقولوا كاين شي حاجه مستحيله، فاي حاجه عندها الحل خصنا غير نعرفوا الحلول التقنيه اللي كاينه في كل حاله. دونك هادو هما مجمل المكونات اللي كاينين في ليطاج. لي سكالي بيان سور هنا كنلاحظوا انه كيستمر هاد لو فوال، هذا سي ان فوال، دائما فاش تشوفوا شي حاجه كحل هكذا مبوشيه بالكحل عرفوها راه بالبيتون ارمي، ما كتلاحظوا البوطيات راه بالبيتون ارمي مقطوعين، الحاجه اللي مقطوعه ومبوشيه بالكحل راه بيتون ارمي. لي بوطغ علاش ما مبوشيينش؟ لانه ما مقطوعينش، لان قاطعين تحت منهم كنشوفوا فيهم، البوطو باغ كونطخ قاطعين فيه. دونك هادو سي لي غاكل ديال الديسان. هاد لو فوال هذا كيما قلت لكم هنا كاين لا بيير، داكشي علاش درنا هذاك لو فوال هذاك. دونك لو فوال تيدار الاسباب، ما تيدارش غير هكذاك في ان بروجي، اما لهكذا لشي سبب ديال لي روفيتمون في لي فاساد، يا اما كيكون الدور ديالو زلزالي ديال الزلزال، يا اما كيكون الدور ديالو مثلا في لي اسانسور كنبغيو نشدو عليه الالات، يعني كيكون عنده شي دور معين، اولا تيكون في لي سوسور في لي كاف باش يشد لينا التراب لي في الجناب. دونك لي فوال تيكون عندهم سبب علاش مديورين، من الاغلبيه حنا كنخدمو بالسيستيم ديال بورتيك اللي هو لي بوتر اي لي بوتر، يعني سيستيم ديال سواري والفوندويات، هذا هو اغلب السيستيم البسيط اللي تيتخدم في المشاريع البسيطه العاديه. المشاريع الاخرى بيان سور تيدخلوا فيها دوطخ سيستيم. دونك هذا نشرح لكم واحد البروجي مبسط باش يعني المبتدئين، يعني انا غادي بالديبار مع المبتدئين حتى ندوزو ان شاء الله الامور التقنيه اللي هي مفصله للناس المتخصصين في الدومين. دونك هذا مجمل المكونات كما تلاحظوا لي زاكس توجور تيبقاو هنا. هاد الشيما هذا اش كيعني؟ مثلا في هاد الحاله هادي، هادي سي تون كور، يعني كيعني ان هاد البلاصه محلوله ما فيها لا ضاله لا والو، يعني كور محلول. هاد لو شيما هذا هو على شكل جوج مثلثات، فهذا كيعني ان كاينه تما عندنا اون كور محلوله. هاد لي ايغ اللي كتشوفو هادو سي دي كوب، يعني كيبين هنا لو تكنيسيان لي صاوب لو بلون تيبين فين غندير هاد لي كوب، وهاد لي كوب راه غيكونو الديتاي ديالهم باش كيشرح مزيان لونتربريز كيفاش غادي تصاوب هاد لي ديتاي ديالها كاملين. دونك هذا بالنسبه للبلونشي ار دي سي. دونك بلونشي تيراس كما كتلاحظوا فعندو تقريبا نفس المكونات ديال البلونشي او ار دي سي، يعني كيكونوا فيه لي بوطو لي بوطغ شادين عليهم لي بلونشي ديالنا لي دال. هنا كما تلاحظوا التيراس كلها بلي دال بلان، ماشي بالكوركرو، ما كاين حتى شي سهم، هذا الرمز ديال دال بلان، كلها مديوره بدال بلان، لان هنا في هذا البروجي عندنا دال انكليني كما لاحظتوا في الاول، فهو التيراس ديالو دار انكليني، يعني دار مايله في التيغاس. دونك هادي ما كنقدروا ننفذوها الا بدال
بلان، لان لا دال بلان هي اللي كتقدر تمشي مع لا فورم اللي بغينا بسهوله، ماشي بحال الوردي. دونك في لا تيغاس كتلاحظوا ان مجمل لي بلونشي كاينين بلي دال بلي دال بلان، وكما قلنا لي زاكس كيبقاو لي كوتاسيون كلشي مكوطي، البلايص اللي غيداروا فيهم لي كوب، هادو لي ديتاي غيتعطاو بار لا سويت. ولكن المكونات الاساسيه كتبقى دائما هي لي بوطو لي بوتر اي لي لي دال، عاد الا كانت شي حاجه زايده في لو بروجي. دونك هذا بروجي كما قلت لكم فيه لي دال انكليني، دونك تنبينو حتى لي بونت، نتوما لاحظتوا يعني في الميلان ديال لا دال، اتجاه ديال الميلان ديالها. دونك هادو هما مجمل المكونات ديال ان بلون ديال كوفراج فيغياج، يعني بلاند الحديد. نتمنى تكونوا استفدتوا وتكون الشرح مبسط ووصل للعموم. الى فيديو قادم ان شاء الله.